اليوم في مدينة نابلس، اليوم الأخير لمجموعة المخيم الشبابي السياسي المتجول الثالث. محطتنا الأخيرة اخترناها تكون نابلس. في البداية رح نقوم بتوزيع عدد من البوسترات التي تطالب بتطبيق اتفاقية سيداو في البلد القديم في نابلس، ومنها يمتد المشاركون إلى دوار الشهداء في مدينة نابلس لتنظيم وقفة شعبية للمطالبة ومطالبة الحكومة بتطبيق اتفاقية سيداو. في بعض نواحي في المجتمع ليس هناك عدل للمرأة حقيقة صحيح، وهذا الحكي احنا من أي دوش طبعا منطالب بحقوق المرأة كافة. منزيد توعية النساء خصوصاً بأهمية المطالبة بحقوقهن السياسية، بالإضافة إلى محاربة أي أشكال من التمييز اللي بتعرض لها من خلال عدة أنشطة، من جلسات عصف ذهني، ندوات سياسية بالمناطق بنعملها، بالإضافة لهذه الأنشطة والحملات اللي بتكون ميدانية في ساحات المناطق. اليوم بوجودنا هون انه احنا رح نعمل حالي انه في ناس ما بيعرفوا عن السيداو، ما بيعرفوا شو يعني شو التمييز اللي بيتم ممارسته ضد المرأة، ما بيعرفوا انه المرأة حتى بعملها هي مظلومة على عدة أصعدة، الصعيد الاقتصادي او على الصعيد الاجتماعي من بعض المضايقات اللي هي بتلاقيها في مكان عملها. المرأة بتقول نص المجتمع، انا بقول ثلاث ارباع المجتمع. المرأة بتسهر على الولد، بتحمل هم الولد، بتربي الولد، والأب بيشتغل. معلش الأب بتدفع المصاري، بس في بعض الحالات المرأة بتشارك. إذا هي بتشارك ماديا ومعنويا. هي نقطة قوتنا وجود مجموعة من الصبايا اللي مستعدين إنه ينزلوا على الشارع ويرفعوا صوتهم، يعلوا صوتهم، يسمعوا المسؤولين.